السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله الفيديو ده الفيديو الثاني لمنشور الحساسات. طبعا احنا نزلنا فيديو اول وده كان بيتكلم عن طريقة جمع الحساسات على التوازي في حالة التساوي، وبأكد تاني في حالة التساوي. طبعا كان البعض مفكر ان لما نجمع الحساسين مع بعض ان هو كده بيضاعف القيمة، وطبعا احنا شرحنا ده في الفيديو الاولاني، واللي ما شافش الفيديو يشرفنا ويشوفه هيفهم بقيه الموضوع باذن الله. النهارده بقى هنتكلم عن لو وصلنا الحساسات على التوالي في الحاله دي ايه اللي ممكن يحصل. طبعا احنا ببساطه خالص كده عندنا وليكن حساسين هما، تمام، وطبعا معايا هنا الايه الافو. انا هقيس دلوقتي كل حساس لوحده، ادي حساس اهو هيديني 2 كيلو اوم و5 من عشرة، والحساس الثاني لوحده هيديني 2 كيلو اوم و9 من عشرة. فانا دلوقتي هوصل اهو رابط فرد بفرد كده، دي توصيلة على التوالي. هقيس هيقوم جاي كده جامع لي الحساسية. يبقى في حالة ان انا عايز اجمع الحساسين مع بعض هيتوصلوا على التوالي، في حالة ان انا عايز اخفض القيمة هيتوصلوا على التوازي. يبقى انا هجمع القيمة دلوقتي بتوصيلهم على التوالي كده، القيمة انجمعت بتوصيلهم على التوازي في حالة القيم المتساوية. شوف القيمة ايه قلت، تمام. وطبعا انا كاتب القانون في الفيديو الاولاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.